يا ديرة أهلي وناسي خذيتي قلبي وإحساسي. اسمي مريم النعيمي، درست التصميم الحضري Urban Design في جامعة كولورادو بدنفر. أشتغل على أعمال site specific و research based تقوم على البحث ولها علاقة بالمكان، تسلط الضوء على علاقة الإنسان بالمكان بشكل أساسي وشلون هاي العلاقة في تبدل وتغير مستمر. إحنا نؤثر على البيئة، وبالتالي أيضاً البيئة تؤثر على حياتنا وأنماط حياتنا وغذائنا وصحتنا وأمور عديدة من جوانب حياتنا. الاستدامة تشمل جوانب مختلفة، منها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. فواحد من أعمالي كنت أسلط الضوء على الجانب الاجتماعي في المدينة، وشلون إحنا لما نجي وانترفين أو يعني نؤثر في المدينة أو النسيج الحضري، إحنا بالتالي أيضا نؤثر على النسيج الاجتماعي في هذه المدينة، وشلون أي خطوة أو أي قرار إحنا ممكن نأخذه أيضا ممكن يسبب يعني مثلا gentrification. فبالتالي مهم إحنا نشوف النظرة شمولية إلى المكان. من خلال هاي العمل أيضا أشركت الآخرين في هذا العمل الفني من خلال جولات أو حتى أخذ رسومات إلى خرائط، فيعكس فعلا الايدنتيتي أو هويتهم في هذا المكان وارتباطهم فيه. العمل الآخر اللي اشتغلت عليه كان يركز على البيودايفرسيتي، التنوع الحيوي اللي موجود في بيئتنا وحوالينا. فكان عبارة عن جولتين، جولة إلى الحضرة وجولة ثانية إلى جزيرة حلب، وثنتينهم كانوا عبارة عن جولات مشي إلى مصدر غذاء متاح في البيئة وبدون ما إحنا نحتاج استهلاك طاقة. فوجود هذه الجولات أيضا تشرك الآخرين في هذا الحوار، وتخلق فرصة إن إحنا نتكلم وحتى نشوف هاي الأشياء اللي ممكن نحسها اعتيادية ولكنها مهمة ولها دور جدا مهم في استدامة غذائنا والفود سيستم في حياتنا. من خلال أعمالي الفنية أستخدم وسائط مختلفة، منها الصوت والصورة أو الفيديو، الانستليشنز أو الأعمال التركيبية، رسم الخرائط، أو حتى وجود هذه التجربة في وجود الإنسان في المكان نفسه ممكن يعتبر وسيلة جدا جميلة في الأعمال والمشاريع الفنية. أحب أشكر ستاندرد تشارترد بانك على إتاحة هذه الفرصة وخلق مساحة لتسليط الضوء على الفن والاستدامة.